السلام عليكم، معكم علي، أهلا وسهلا بكم في درس جديد. إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. نتابع في هذا الفيديو حديثنا عن تشكيل أو تكوين جملة في اللغة الإنجليزية. كما قلنا سابقا، شكل الجملة في اللغة الإنجليزية بيكون بالأول subject الفاعل، إذا بس نختصر أول حرف إذا الفاعل. الفاعل من هو الفاعل؟ الذي يقوم بالحدث. Verb، إذن الفعل. الفعل هو النشاط الذي يقوم به الفاعل. بعدين عندنا complement، تكملة الجملة لتعطي معنى كامل، لأن الجملة باللغة الإنجليزية هي عبارة عن مجموعة من الكلمات تعطي معنى كامل أو لها معنى. مثلا in the sea، في البحر. هذه ليست جملة. لماذا ليست جملة؟ لأن ما في عندنا لا فاعل ولا يوجد عندنا فعل، بس عندنا تكملة الجملة. هذه بتكون عندنا إذا مكان، إذا كومبلمنت. إذا لا يوجد فاعل بالجملة هذه، الجملة هذه ليست جملة، هذا نسميها احنا فراجمنت، إذا عبارة. جملة أخرى، open the door، افتح الباب مثلا. ايضا هذه ليست جملة. لماذا؟ لانه تفقد ايضا الفاعل. صح جملة حالة الامر، لكن قواعديا تفقد عنصر من عناصر الجملة، عناصر الجملة ثلاثة. لا يوجد في عندنا فعل، في عندنا تكملة الجملة، لكن لا يوجد فاعل او تعطي امر لشخص ما. مثلا he is eating، مثلا هو يأكل. he is reading، هو يقرأ. أيضا هذه ليست جملة. لماذا؟ لأنه عندنا فاعل وعندنا فعل، تكملة الجملة ليست موجودة، إذن لا تعطي معنى كامل، إذن هذه ليست جملة. لكن الجملة لكنها صحيحة. He is eating، هو يأكل. He is reading، هو يقرأ. لكن عنصر أول موجود، الفاعل. العنصر الثاني الفعل موجود، لكن محذوفة التكملة، أو ليس هناك تكملة للجملة لتعطي معنى كامل للجملة. إذا مثلا هنا هو يأكل، ماذا يأكل؟ متى يأكل؟ أين يأكل؟ إذا ناقصة. He is reading، هو يقرأ. ماذا يقرأ؟ newspaper، صحيفة، ولا story، قصة، novel، ولا إذا ماذا يقرأ؟ أين يقرأ؟ دائما وأبدا الجملة بيكون عندنا هو يعني من يعني الفاعل. What، ماذا، ماذا يفعل، ماذا يفعل أيضا، لأن دائما الجملة هي تسأل عن أسماء استفهام، من، ماذا، What، ماذا يفعل، Where، أين، When، متى، How، كيف الطريقة. إذا هذا الجملة، إذا فاعل، والفعل يقوم بنشاط معين. ماذا يقوم؟ What، Where، أين، When، متى، How، كيف. وترتيبهم دائما بيكون عندنا How، كيف، الطريقة بالأول، بعدين عندنا يعني منع السلوك والطريقة، بعدين عندنا يكون Where يعني المكان، آخر شيء بيكون عندنا When الزمان. نلاحظ ايضا سهل على الموضوع، دائما عندنا بيكون هو يعني من يعني الفاعل. الفاعل يما يكون عندنا pronoun ضمير، يما يكون عندنا noun طبعا اسم. الاسم ممكن يكون اسم شخص، اسم نبات، اسم حيوان، وهكذا، او يكون عندنا ضمير. الضمير كما قلنا I، he، she،
at, we, you, they. إذن هذا الضمائر لازم أبصمه مبصم. What؟ ماذا؟ يعني ماذا يقوم؟ ما هو النشاط الذي يقوم به هذا الشخص؟ إذن what؟ ماذا يقوم؟ يقصد بها شو؟ الفعل. هو الفاعل. طيب ماذا يقوم؟ بماذا؟ مفعول به. How؟ كيف الطريقة؟ Where؟ أين؟ يعني المكان. When؟ متى الزمان؟ يعني حط مخيلتي. من؟ ماذا يقوم؟ أين؟ متى؟ وكيف؟ They play football every day. يلعبون كرة القدم كل يوم. لاحظ يلعبون. مو كل شخص. طب الواو والنون كيف اكتبها؟ خلاص عندنا الفعل play يأتي مع كل ضمائر. I play, he plays. لازم نضيف s بالمضارع بسيط. اذا كان عندنا he, she, it, الفعل قاعدة نضيف الى s. تغير معنى الجملة؟ ابدا لا تغير معنى الجملة. تزيد على معنى الجملة؟ ابدا لا تزيد. فقط عندهم قاعدة باللغة الانجليزية بالمضارع بسيط. هي شيء نضيف الفعل s. play, اذا هو يلعب, هي تلعب, هم يلعبون. كما قلنا play ما تغير مع كل الضمائر, هذا مع كل الاسماء. فقط اذا كان هي شيئت نضيف الفعل s. اذا كان اسم مفرد ايضا نضيف s للفعل فقط لا غير. مثلا عندنا I play, انا العب. He plays, هو يلعب. صح ضفنا s لكن ما تغير من معنى الجملة او الفعل. She plays, هي تلعب. It plays, هو وهي تلعب لغير العاقل. We play, نحن نلعب. You play, أنت تلعب. أنت تلعبين, نفسها. You play, أنتما تلعبان. أنتن تلعبنا, أنتم تلعبون, نفسها. They play, هم يلعبون. هما يلعبان, هن يلعبنا, نفسها. إذن يلعبون. يعني ما يحتار أنه في عندنا واو ونون, في عندنا ألف الاثنين, ما يحتار بها. الفعل play ما يتغير, نفسه. They play, هم يلعبون. أو بدون هم يلعبون, خلاص يلعبون. من هو؟ من الذي يلعب؟ هم. إذن يلعبون. They play, ماذا؟ ماذا يلعبون؟ إذن football, إذن كرة القدم كل يوم. When, متى؟ Every day. They play football every day, إذن يلعبون كرة القدم كل يوم. مثلا They play football on the beach, يلعبون كرة القدم على الشاطئ. They أيضا عندنا الفاعل, play الفعل, football. إذن object يعني مفعول به تكملة الجملة. عندنا on the beach, على الشاطئ. يعني what, يعني ماذا يلعبون. أيضا where, أين. on the beach, إذن who, what, what, where. They play music on Sundays, احنا نعرف play يلعب. ايضا play معناته يعزف. يعزفون الموسيقى on Sundays, في ايام احد. دائما نحفظ قبل ايام الاسبوع بيكون حرف الجر on. Sundays ايام الاسبوع. مثلا عندنا Fridays ايام الجمعة, Saturdays أيام السبت, Tuesdays أيام الثلاثاء, وهكذا. إذن يعزفون. من الذي يعزف؟ إذن هم. إذن استخدم الضمير they. They play music on Sundays. ممكن نستخدم اسم عادي, the boys. The boys الأولاد. Play يعني يعزف الأولاد الموسيقى. أيضا ممكن بدل they نستخدم the boys. الفاعل كما قلنا ممكن يكون ضمير أو يكون اسم. The boys play يعني يلعب الأولاد. إذن دائما وأبدا ننتبه باللغة الإنجليزية بيكون عندنا الفاعل والفعل وتكملة الجملة. ممكن شخص يا أستاذ لارن أنا ما أريد أتعلم بصم,
واتعلم قواعد بهالطريقه هذه. يجب ان اضع مخيلتي دائما وابدا لازم ابدا بالفاعل. الفعل الذي يقوم بالحدث او بالفعل او بالنشاط لازم بعده يكون الفعل والتكمله. التكمله ممكن يكون مفعول به واحد، مفعولي به اثنين، ممكن يكون عندنا زمان، ممكن يكون عندنا مكان وهكذا. مثل هذا الجمل اريد ان احول اللغه الانجليزيه كتابه او حديثا. هو صديقي يعرف انه الضمير هو هي. صديق نعرفه فريند، وينهى الجملة بنقطة. هي فريند، هو صديق. طب كيف أقول صديقي؟ عندما أسأل شخص What is your name؟ شو الإجابة؟ My name، يعني اسمي، معناته صديقي. نفس الشيء بدال نيم أضع ماي، ماي فريند. كما قلنا سابقا الجملة الإنجليزية يجب أن تحوي على الفعل. إذا لم يكن هناك فعل واضح بالجملة، لاحظ هو ضمير، صديقي اسم، ما في فعل، معناته على طول بدون تردد الفعل بيكون فعل كون، يا إما أم يا إما إز يا إما آر، وجميعهم بمعنى يكون، يعني أم يكون، إز يكون، آر يكون. هي يأتي بعدها إز. He is my friend، هو يكون صديقي. هذا جملة صحيحة. لماذا؟ في عندنا فاعل، وفي عندنا فعل، وفي عندنا تكملة الجملة، جملة تامة الأركان. أيضا بدأنا بحرف كبير، أيضا نهينا الجملة بنقطة، واستخدمنا is مع هي. طيب إذا بدنا نقول هي صديقتي بدال هو هي، خلاص نفس الجملة. She is my friend، هي صديقتي. ممكن شخص بيقول طيب friend كيف صديق وصديقة؟ نعم، باللغة الإنجليزية ما في عندنا مؤنث ومذكر، نفس الاسم مع المذكر ونفسه مع المؤنث. مثل كلمة teacher، معلم معلمة، driver سائق وسائقة، رايتر كاتب، كاتب وكاتبة، نفس الاسم يصبح أو ممكن نستخدم مع المؤنث والمذكر. يعني my friend صديقي وmy friend صديقتي، بس غيرنا الضمير she هي. You are my friend، أنت صديقي، نفسها. You نترجمها أنت، أنتي، أنتما، أنتم، أنتن، نفسها، نفسها you. يعني أقدر أقول you are my friend، أنت صديقي. You are my friend، أنت صديقتي. You are my friend، أنتما. ننتبه إذا كان عندنا أنت وأنت أستخدم you are my friend. إذا أردت أن أقول أنتم أصدقائي يجب أن أضيف S، يعني تصبح you are my friends، أنتم أصدقائي. You are my friends، أنتم أصدقائي، أنتم أصدقائي، وهكذا. طيب هي ذكية، نعرف كما قلنا الضمائر يجب أن نحفظها بصم. I he she هي she، يعرف ذكية smart، she smart، ينهي الجملة بنقطة she smart. إذا وضع هنا capital letter حرف كبير، لكن الجملة خاطئة. لماذا؟ بفاعل، لكن وين الفعل؟ مفقود، ما في فعل واضح بالجملة، معناته على طول am is are. she ماذا تأخذ؟ إذا تأخذ is، she is smart، هي ذكية. أيضا ممكن نقول he is smart، هو ذكي. they إذا استخدمت they يجب أن نستخدم فعل كون are، they are smart، هم أذكياء. لا نقول they are smarts، هذا خطأ. لماذا؟ الصفة تأتي مع المذكر والمؤنث نفسها، يعني مثل كلمة nice، good، tall. إذا الصفات دائما مع المذكر والمؤنث، ما تتغير ولا تجمع. الأسماء أيضا مذكر ومؤنث. أحمد هنا، أحمد نعرفها، أحمد نكتب اسم. هنا here، أحمد هنا، لكن الجملة خاطئة. لماذا؟ لا يوجد فعل،
لا يوجد فعل صريح بالجملة، ما هو الفعل؟ is. أحمد is here، أحمد يكون هنا. لماذا؟ قاعدة باللغة الإنجليزية، الجملة يجب أن تحوي على فعل. قاعدة عندهم، نتعلم اللغة الإنجليزية نتبع كلامهم، نتبع قواعدهم. أنا مشغول، خلاص أنا I مشغول busy. I busy، هذه جملة خاطئة. الجملة هي I am، أنا أكون مشغول. في ناس يخطئون يكتبون دائما I لازم بعدها am، لا مش بعدها am، لأنه I معنى أنا و am أكون. إذن I am يعني أنا أكون، أنا أكون مشغول. أحمد يكون هنا، هو يكون صديقي. إذن فعل مو واضح بالجملة يجب أن يكون فعل كون. طيب أقرأ كتاب، لاحظ موجود الفعل يقرأ، نعرف يقرأ read. لازم أبدأ بفاعل، هو يعني من الذي يقرأ؟ هو من؟ أقرأ كتاب، من الذي يقرأ؟ أنا، معناته I. I read. ماذا تقرأ؟ A book، أقرأ كتاب. يجب أن أضع am. إحنا نعرف أنه am والآن بمعنى one، واحد، يعني نكرة. أقرأ كتاب، ما حدثنا الكتاب ما هو؟ كتاب إنجليزي، كتاب عربي، كتاب جغرافيا، كتاب حاسوب، وهكذا، ما حددت. إذن يجب أن أضع لا أستطيع أن أقول I read book، I read a book. لو حددت I read an English book، إذن أقرأ كتاب لغة إنجليزية. لاحظ an، لماذا an؟ لأنه بعدها حرف صوتي، لأنه دائما الآن يكون بعد حرف صوتي، يكون A I O U E، خمس أحرف صوتية أو أحفظها. إذن O حرف A حرف I حرف U وحرف E. إذن دائما الآن بيكون بعد حرف صوتي. I read an English book، إذن أقرأ كتاب لغة إنجليزية. لا أستطيع أن أقول I read English book an English book. إذن أضع لازم a و an قبل الاسم، إذن دائما تأتي قبل الاسم حالته المفرد. بأشخاص يكتبون I am، I am read، هذا خطأ. لا يأتي فعلا بالجملة لا يأتي فعلا تباعا، إذن وراء بعض. دائما يكتب، من يشوف I يكتب am بعدها، لا خلاص أنا أقرأ، خلاص أكتب I read. إذا أنت استخدم مضارع مستمر، يعني أقرأ الآن في هذه اللحظة، وإذا أريد أن أستخدم فعل بهذه اللحظة بكتب I am reading a book، أنا أقرأ كتاب now الآن في هذه اللحظة. إذن I'm reading a book، إذن هذا مضارع مستمر. إذن يجب أن أعرف شكل الفعل بكل زمان، لكن هذه مضارع بسيط. I read a book، أقرأ كتاب، عادة متكررة مثل in the evening في المساء، كلها في المساء أقرأ كتاب، كل يومين كل أسبوع. إذن عادات متكررة، مضارع بسيط، يعني الفعل بيكون بالمصدر. عندنا بيكون مضارع مستمر إذا كان الآن في هذه اللحظة، استخدم am أو فعل كون، يعني am is are، هنا استخدمنا am لأنه عندنا I والفعل أضيف له ing. إذن بهذا الشكل أنهينا درسنا هذا اليوم، تكلمنا فيه عن الجزء الثاني عن تشكيل جملة في اللغة الإنجليزية. إن شاء الله نتابع فيديوهات ثانية أو فيديوهات أخرى إن شاء الله. أتمنى قدمت شيء الفائدة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس، ووضع لايك للفيديو. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.